صباح الخير لكل المشاهدين. رح أرجع معكم بفت بيت من الاثنين للسبت. رح نرجع نعمل برنامج أسبوعي نشغل فيه جسمنا ربع ساعة على القليلة كل يوم. إذا ما كان عنا وقت بنصحكم أنه أنتم تخصصوا هالوقت القصير اللي بفيدنا أكيد كتير إذا كنا عم نعمله بشكل مستمر. رح كون عم اشتغل أنا وياكم اليوم تمارين لللور بودي، يعني عم بشتغل على إجرية. بدي منكم تكونوا عم تشتغلوا التمرين بطريقة هيك رايقة. مش مهم قديش نحن بنعمل repetitions أو عدد مرات من التمرين، المهم أكتر أنه نحن نكون عم نركز على العضلة، عم نشتغل التمرين بشكل صحيح. رح بلش أنا وياكم تحماية. رح نبلش بسكوات مثل العادة عطول. تمرين السكوات هو total body exercise، يعني بحرك كل عضلات الجسم، بفيق عضلات الإجرين كلها، وبخلينا نحمي جسمنا بشكل أسرع. عطول بسكوات انتبهوا أنه ترجعوا بالورك لورا، تخلوا الظهر دايماً ثابت، عم بتطلع لقدام عطول. رجعوا الورك. نعمل 10 مرات من هذا التمرين أو 15 مرة. فينا نعيده لثلاثة ساتس تنحمى مظبوط. رح أرجع أعمل variation، حأمشي step and squat، step and squat. كمان بعد عم رجع الورك لورا، دايما باخذ نفس. هلا حانزل مرتين واطلع، رح انزل مرتين واطلع. كمان خليكن معي. بتحمس هلا معي، في قوم يبلش. بعدنا بالورم اب اخر مره وبريح شوي. فيني بهذا الوقت اللي عم ريح فيه بين تمرين والتاني يكون عم بتحرك بالبيت او عم بشتغل اي كارديو اكسرسايز بسيط، وفيني عم تكون عم بنتقل للاكسرسايز اللي وراه دغري. رح كون عم بشتغل على المات. رح اعمل كيكس. بدي منكم تكون يكونوا اجريكم ستريت بهالشكل، بوينت ني ستريت. عم نحاول انه نحن نطلع الاجر اللي عنا بهالشكل. سو كيك كمان. وهلا رح نشتغل فاريشن ثاني من الكيكس، يعني رح نغير شوي. رح نعمل كيكس بهالطريقة، منشد الإجر على الآخر، نعمل فرونت كيكس. فينا نثبت الرقبة بإيدينا. وان مور وبريح، أكيد بغير الإجر. خذ نفس، بلش بالإجر الثانية. كمان فرونت كيكس، دايما الإجر مشدودة. هلا أنا عملت 10 repetitions، فيكم أنتم أكيد تكملوا بالrepetitions to 15 أو 20 reps من كل exercise. ناخذ نفس نرتاح 10 سكندز، ننتقل للاكسرسايز اللي وراه. رح نكون عم نشتغل اكسرسايز شوي تشالنجينج. رح اعلي الاجر ستريت، رح كون عم ببرم الاجر قد ما فيي، بدي كون عم خلي اجري ستريت ومشدوده. 5 6 7 هولد. هلا بالهولد بدي احاول اسحب اجري طلوع لفوق قد ما فيي شدها، بدي اخذها تو ذا سايد. كنترول اند كلوز، بسكر بفتح وبسكر. 3 باخذ سبورت من الارض اذا بدي بايدي. 5 6 على مهلي. 7 اخر مره. 8
بريح اكيد بشتغل على الاجر الثانيه، بعمل اجري بوينت وبشتغل. اجري مشدوده، الكتفه مشدوده، اجري عم تطلع قد ما في يطلوع. كمان هولد وبفتح الاجر. كنترول، سكر، بحاول شد اجري من جوا. 2 3 قد ما فيني تثبت الاجر الثانيه. 4 5 6 7 one more time and 8. ريح حالي، مد اجري لقدام، بنشد ايدينا واجرينا على الاخر، نعمل ستريتش بهالطريقة. بنكون خلصنا 4 مين اكسرسايزز اذا بدكم مع ورم اب للور بودي من البيت بلا اكويبمنت بلا معدات، عم نتمرن بشكل مفيد. عيدوا انتم هيدي التمارين لثلاثة او اربعة سيتس، يعني اربع جولات، فيكم تكونوا عم تعيدوهم ورا بعض او فيكم كل تمرين تعيدوه ثلاثة سيتس تنقلوا للتمرين الثاني. هيك بنكون خلصنا سيشن اليوم، انا بتمنى لكم نهار حلو، بنرجع سوا هلا لعند نسرين وبشوفكم بكره بنفس الوقت.